السلام عليكم الخاوة، ان شاء الله راكم قاع بخير. يعطيكم الصحة اللي راكم تبعوا دي زيد بول. راح نتكلم على هذا اللعاب الشاب محمد امين عمورة اللي راه يخطف الاضواء منذ عامين في البطولة الجزائرية. خطف الاضواء وراح الاحتراف لوغانو في الدور السويسري. حبيت نهضر على هذا اللعاب الموهوب والادوار اللي لعبها في الميدان. تبعوا معايا. اولا عمورة لعاب اللي يخلق الفرص، لعاب اللي عنده قراءة اللعب ويعطي لك دائما تمريرات مفتاحيه وتمريرات حاسمه. نخليكم تشوفوا اللقطات. بالتحركات تاعو يخلق مساحات ويعرف يقرا اللعب ويقرا التحركات تاع الزملاء ديالو ويقدر يلقاهم في المحور ولا في الارويقه. وتشوفوا باللي عنده مركز متاخر يعاود يولي يخرج من المراقبه تاع المدافعين باش يسي يلقى مساحات. تسمى ستاناتاكون لي ديكروشي بزاف، ماهوش رقم 9 اللي يقعد لك في منطقه العمليات. نو، يتحرك ويقرا اللعب ويخلي الرفقاء تاعو يتحروا، يفتح لهم يعني ارويقه ويفتح لهم المحور في بعض الوضعيات كما راكم تشوفوا هنا. اهم دور عمورة وهي الاهداف. عمورة هداف، هداف في شغل رقم 9 حقيقي اللي ما عندوش تردد ولا غير جه الكره يعرف كيفاش يحولها نحو المرمى. يعني ما شاء الله تسديدات تاعو، تحركات، عنده السرعه في التنفيذ، تلقى يسجل لك اهداف من كل انواع، يعني بمراوغات ولا بقذفات من بعيد. وعنده ثاني الراسيات راح نهضروا عليها من بعد. وعنده هذيك تاع التسديدات بدون مراقبه، غير تجي الكره ما يخليش المدافعين يتمركزوا ولا توتسويت يضربها لداخل ولا يحاول يسدد بدون مراقبه. وهذه تشوفوها في بعض الوضعيات تاع عمورة، عنده هذيك تاع ما يترددش. رغم قصر القامة تاعو يعرف يسجل أهداف بالرأسيات. شوفوا بلي عنده هاد المؤهلة هادي، وين عنده ارتقاء ويعرف يتمركز تاني في التوزيعات، يعرف يتمركز. يعني أهداف جميلة، دايما يسجل لك هدف جميل ويفاجئك، جي دايما مفاجأة المدافعين ما يستناوهاش. شوفوا في واحد المراكز اللي ما تستناش فيهم. ما شاء الله على هاد اللعاب اللي عنده عدة مؤهلات. طريقة لعب عمورة اللي معروف بها ومن بوكرا هضر عليها هي طلب الكرة في العمق. يعني عنده هاد لاكاليتي هادي، ستيل دو جو تاعو كيطلب بزاف الكرات في العمق باسكو عنده السرعة، يجري عنده سرعة خارقة. دفاع الخصم يفقد التوازن ديالو دايما وين تكون خطورة ولا يكون هدف. سبحان الله عنده هاد لانستان هذا، وصحابو يعرفوا يلقاوها تاني، يخدموها في التدريبات باينة. عنده دايما لي زابيل دو بال اون بروفوندور هادوما اللي يشكلوا خطورة على الدفاع الخصم. واش عنده عمورة؟ سيكي ديكروشي، دايما يديكروشي يبدل المركز تاعو باش يعتمد على الرفقاء تاعو، يمدلهم الكرة ويعاود يروبلاسي روحو، يعاود يدير لابيل. دايما يخرج من مراقبة تاع المحور، يجي الميليو تيرا
يمد الكرة لصحابو ويعاود يروح يبلاصي روحو. تما بهذه الطريقة الدفاع الخصم يفقد التوازن ديالو في كل مرة، دائما يبدل المركز تاعو يعاود يدخل لوسط الميدان، لي ديفونسور يتبحروا ما يفهموش. سيرتو الثقافة التكتيكية في الجزائر ضعيفة، وعلى بها كان يلعب بهذه الطريقة في الجزائر. سيكيو كان دائما يبدل المركز تاعو يروح لوسط الميدان على بالو بلي الدفاع ما يعرفش يتبع، ويعاود يلعب مع صحابو من بعد يعاود يدير لابيل باش يربح ثواني ويديستابيليزي لا ديفونس. شوفوا مليح باللي يعرف يستعمل صحابه ويعرف يعتمد على الرفقاء تاعو. تما لعاب جماعي ماشي لعاب لي راح يلعب لك وحده، ولا لعاب جماعي يعرف يستعمل الذكاء تاعو ويعرف يستعمل صحابه. هذه هي عنده ان كاليتي تاني اللي شتها، راني درت لكم التركيبه بسيت ندير لكم يعني تركيب مكتمل على عموره، هي ضربه في البالون. تما عنده لمسه واحده تعطيها له يردها لك والدفاع يفقد التوازن. عنده هذيك السرعه في التنفيذ اللي تعجبني بزاف، ولا بالي بالماديره ويتبع فيه منذ سنوات، ولا بها ربح لا كونفوكاسيون تاعو باسكو عنده هذا اللعب المباشر، اللعب السريع. ميم سي عنده شويه ديشي يعني يحب يكثر، مي عنده تاني دي فاس دو جو وين ما يكثرش، وين يعطيها لك توت سويت ويعاود يتحول للهجوم. واخيرا السلبيه اللي شفتها عند عمورة هي الاحتفاظ بالكره. الاحتفاظ بالكره تاعو يكون مليح في بعض الاحيان، يكون مليح يحتفظ بالكره، مليح تحتفظ بالكره بصح دي فوا اكثر من لازم، يحتفظ بها بزاف ويضيع الوقت. مي دي فوا يسجل بها اهداف وكذا، هذه باينه. دي فوا يكون ايجابي بصح الاحتفاظ السلبي عنده هذه تاع الاحتفاظ السلبي. كاع لي جوار الجيريان يحبوا يحتفظوا بالكره، يحبوا يمسوا الكره، يحبوا يراوغوا، هو من هادوك تاني باين يحب يراوغ يحب يمس الكرة. مي دي فوا يكون هذاك الاحتفاظ السلبي اللي بالماضي ما يحبوش، هادي باينه ما يحبش الاحتفاظ السلبي. وراح نهضروا على المسيره تاعو في الكلوب من بعد ان شاء الله تكونوا تتبعوا كاع الفيديو. راح نهضروا على واش راه يدير في لوغانو. دي فوا يكونوا عنده ربع مدافعين معاه، خمس مدافعين، ويقدر يراوغهم ويتوغل. مي فوالا لازم يحذر على هذا الشيء باسكو دي فوا يحتفظ بزاف بالكره، نورمالمون ما يحتفظش بها، يعطيها لصحابو. مي فوالا لازم يحذر على هذا الشيء، راهو مازال وجان ان شاء الله يتعلم. في الدور السويسري شفت باللي راه بزاف يكثر في اللعب الفردي، بزاف بزاف دي فوا يزعبط بزاف ويغاردي البالون، نورمالمون يمد الكره تاعو. عنده ليفيكاسيتي، عنده كاليتي تكنيك، لي زالجيريان واعرين في كاليتي تكنيك. مي عندك واش نراه في سويسرا وكي بدل المركز بار اكزومبل، السويسريين عندهم ثقافه تكتيكيه، دوك شوفوا يتبعوه لي ديفونسور يعرفوا له ويفيقوا له واش حاب يدير، ماشي كيما في الجزائر كي يبدل المركز. هنايا باغ اكزومبل هنا قدر يجوز، قدر يشكل خطوره بصح الدفاع يعرفوا له، يعرفوا كيفاش يحبسوه، يديروا لي فوت باش يحبسوه. دي فوا يحتفظ بزاف على الكره ولازم يتعلم يطلقها شويه ويقرا اللعب اكثر. فاصون راح يتعلم، ما راح يتعلم في لوغانو. دي فوا يدير غلطات في التمريرات تاعو ويحب يحتفظ بالكره، مازال راه غير الديبي، مي لازم يحضر على هذا الشيء باسكو لو كان يبدا يزيد يكمل لي سي يلعب وحده، جوبونس المدرب ما يعتمدش عليه. لازم تسمع المدرب تاعك، لازم تسمع يعني المدرب تاعك واش يقول لك. اللي يقول لك اطلقها تطلقها، ما تقارديش بزاف البالون هكذا. فوالا عمورة راهو يدير لي ديبي تاعو في لوغانو، راه يولي للدفاع، راه يسيد المجهود تاعو.
مي لازم يتعلم يطلق شويه الكره ويلعب مباشره سورتو في الاوروب. عندهم ثقافه تكتيكيه، يفيقوا لك واش تحب دير، يفيقوا لك كيفاش يغلقوا عليك الزوايا وكذا. ما تغلقش على روحك، ولونطرينور لازم تسمعه. هذا ما كان فوالا. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو على عمورة. يعطيكم الصحه اللي تبعتوها، نقول لكم على بروشين. صحيتو.